مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ذا كوتش. هذا البرنامج اللي يأتيكم عبر شاشة قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ونتعرف فيه على العديد من المدربين المحليين والأجانب المتواجدين على أرض دولة الكويت، واللي يشاركون في تدريب المنتخبات والأندية في جميع الرياضات المتواجدة لدينا. ضيفنا اليوم أحد المدربين الوطنيين اللي شارك في التدريب في كرة القدم في العديد من الأندية، راح نتعرف عليه لكن بعد هذا التقرير الخاص بضيفنا وضيفكم. أبناء القصر الأحمر كانوا متميزين في كرة القدم منذ منتصف الثمانينيات، وكانوا نجوماً في سماء الملاعب، منهم نواف جديد ووائل سليمان وخالد الجار الله. ومع حقبة التسعينيات فقد ظهر جيلاً آخر يملك الإرادة والطموح، فالمواهب الجهراوية كانت في جميع المراحل السنية متميزة، إذ أن التفوق كان للجهراء، حتى أن العديد من لاعبيه وصلوا للمنتخبات الوطنية، كون تفوقهم أجبر المدربين على اختيارهم بالتشكيلة الأساسية. ومع منتصف التسعينيات مر فريق الجهراوي بفترة تغيير بعد اعتزال مجموعة من اللاعبين، ولكن كل هذا لم يؤثر في مسيرة رجال الجهراء، فالجهراوية دائما ما يلعبون أفضل مبارياتهم أمام الأندية الكبيرة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة. وفي بطولة كأس أمير البلاد لكرة القدم موسم 95 لعب الجهراء في الدوري قبل النهائي أمام السالمية، وخلال تلك الفترة برز صيت المهاجم الخطير وضيف حلقتنا اليوم وهو سلمان عواد السربل، حيث سجل هدفا رائعا يعتز به سلمان كثيرا. وبعد اعتزاله لعبة كرة القدم اتجه إلى التدريب ونجح مع السالمية في أول اختبار له، وقاد السماوي إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 16 عاما في مهمة ليست سهلة وأمام الكويت المتبرس في النهائيات، وتغلب عليه بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وأطلقت عليه الجماهير السلماوية فتى السالمية الذهبي. ومن ثم درب نادي النصر حيث دربهم لفترة قصيرة، ومن ثم قدم استقالته من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة الثقيلة أمام التضامن بنتيجة 4 أهداف. مرحبا فيكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، شفنا التقرير وتعرفنا على ضيفنا وضيفكم في حلقتنا لهذا اليوم برنامج ذا كوتش الكابتن سلمان عواد. أبو طلال راح فيك ونقول لك مساك الله بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. مساك الله بالخير أخوي فاهم، ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وإن شاء الله الله يجعلها علينا إن شاء الله سنة سعيدة بإذن الله. اللهم آمين اللهم آمين. شخبارك؟ الحمد لله بخير. شلون التدريب معك؟ والله ماشي الأمور الحمد لله، يعني تدريب متعب صحيح لكن
انت لك تجربتين بطل الله مع سالمية والنصر صحيح؟ صحيح. وطبعا يعني يذكر ان انت يمكن مشاهدين يمكن ما يعرفون المعلومة هذه ان انت اول من حقق لقب على استاذ جابر صحيح في 2016 كاس سمو العهد مع نادي السالمية امام نادي الكويت. انت الحين مسجل باسمك هذا تاريخيا اول بطولة على اي استاذ جابر، وهذا الشيء الامانة يعني شيء يشرفني وأنا سعيد في هذا الإنجاز الأمانة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى الرياضي. كم سنة الآن بالتدريب؟ والله من ألف يعني والله مدة طويلة من 2007 اليوم كم وصلنا الحين؟ 2022 يعني 15 سنة؟ تقريبا 15 سنة تدرجنا فيها يعني من عدة مراحل. كنت مدرب في نادي الجهرة في البداية في المراحل السنية وحصلنا على شهادات من بدايتها من 2007 لشهادة السي ثم البي ثم الاي ثم دبلوم المحترفين، وكان عندي شهادة أيضا للتخصص للناشئين، وكل هذه كانت في 15 سنة بالإضافة إلى التجربة مثل ما تفضلت وفاهم أنه بعد المراحل السنية انتقلت إلى نادي السالمية من خلال تدريب أو مساعد مدرب للفريق الأول نادي السالمية، وعام 2016 استلمت تدريب فريق نادي السالمية وخذيت معهم كأس ولي العهد، وهذا يعني لي الشرف بهذا الشيء. استمريت في نادي السالمية يمكن 6 مواسم، حصلنا يمكن على مراكز متقدمة سواء في جميع المواسم اللي كنا متواجدين في نادي السالمية سواء مدرب أو مساعد مدرب، كنا يعني أغلب المواسم أو كل المواسم كنا من ثاني إلى ثالث، لكن كبطولة كانت ب 2016 اللي هي بطولة كأس سمو ولي العهد. انتقلت بعدها إلى نادي النصر في هذا الموسم، لكن يعني الظروف ما خلتنا إني نكمل. صارت لي يعني ظروف نقول شوية ما كانت مرضية لي، فأثرت إني تصير حق المدرب ابتعدت عن 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 فريق نادي النصر ونتمنى. كم تعطي نفسك من 10 في التدريب؟ 1 من 10. تواضع هذا ولا لا؟ شوف، المدرب مو هو اللي يتكلم عن نفسه، المدرب عمله يتكلم عنه، عمله وانجازاته هي اللي يتكلم عن المدرب. المدرب عباره عن عن, عن يعني سي في، فلما تقرا سي في المدرب تعرف ان هذا المدرب هل هو يعني اثناء عمله حقق انجازات، عمله واضح، فبالتالي هني ترغب فيه الانديه. ما في مدرب يتكلم يقول انا عملت وانا عملت، الجمهور هو اللي يشوف، الإدارات الأندية هي اللي تشوف، الإعلام والصحافة هي اللي تشوف وتقيم، الجمهور بالنهاية هو الحكم بالنسبة لأي مدرب. على طار الإعلام والصحافة، يساند المدرب الوطني ولا يقف على الحياد ولا يضغط على المدرب الوطني؟ لا، هي ناحيتين للأمانة. أنا يعني الناحيتين كانوا متواجدين، أنا وقف وياي الإعلام سواء يعني في بداياتي مع الفريق الأول، وكان وقفته يعني الأمانة وقفة مشرفة لي كمدرب. في بعض الأحيان تكون هناك ضغوطات إذا كانت يعني النادي اللي تلعب فيه أو تدرب فيه يكون نادي جماهيري عليه الإعلام، فبالتالي أنت يعني لازم تكون تعرف تتعامل مع هذه الضغوطات وتكون يعني تتحمل هذه الضغوطات، لأن المدرب بالنهاية مباراة. المدرب احنا دائما نقول شنطته بايده، يعني في بعض الاحيان المدرب تشوفه يعمل ويجتهد لكن في نهايه الامر ما يوفق في بعض النتائج، فبالتالي ينتقل من نادي لنادي. فالاعلام قلت لك صوبين، انا بالنسبه لي وقف معي الاعلام، وايضا يعني تعرضت لبعض الضغوطات من الاعلام، لكن مع الممارسه مع الوقت انت متعود على هذه الضغوطات ونعرف انت ماشي معها. تعتقد يظلم المدرب لما ينقط براسه كل شيء ولا هي منظومة؟ لا ما منظومة لا لا, منظومة لا, لا ما انا اشوف انه ما يظلم، لان المدرب هو راس الهرم، هو يعني بس في عند معاه ادوات تساعد، ادوات يعني اداريه وفنيه ولاعبين. صحيح صحيح، لكن دائما الحلقه الاضعف هي المدرب، لان مو من المعقول انك تغير جميع المنظومه أو تغير شخص واحد، فبالتالي الأسهل دائما يكون الشخص هو الضغطات. أوكي كتغيير، بس أنا لما يلقى اللوم عليه
هل هذا انصاف للمدرب انه يعني انت مدرب وجيت وقاعد تسوي كل مجهودك لكن مثلا لاعبينك مو ذاك المستوى، جيت لقيت لاعبين مو ذاك المستوى او لقيت لاعبين ذاك المستوى لكن اداره سيئه؟ صحيح. زين، هني يعني ما تعتقد انه ظلم؟ صحيح، في بعض الاحيان يكون من الظلم القاء اللوم على المدرب وحده. الكل لازم يشترك في المسؤوليه. احنا شفنا في بعض الاحيان بالفوز الكل يصير اب لهذا الفوز. اكيد طبعا الخساره يتيمه، لكن الخساره يتيمة دائما تكون يتيمه وفي راس هذا المدرب. انزين، بانديتنا في هني العقليه هذه عقليه يعني كادارات نعم تعترف بخطاها هي اكثر من المدرب ولا دائما؟ لا مو بالغالب، في اغلب الاحيان دائما ما تعترف في هذا الخطا، ودائما ما يكون اللوم او القاء اللوم على المدرب منفردا، دائما هو اللي يتحمل المسؤوليه منفردا، وهذا شيء يعني يفترض على اي مدرب انه يكون في باله او في ثقافته اني انا اللي اتحمل المسؤوليه دائما سواء في حاله الفوز او حاله الخساره. احنا دائما نتكلم ونقول للاعبين انه انه انه, إنه, إنه الفوز لنا كلنا، لكن في حاله الخساره انا دائما اللي اتحمل المسؤوليه، بالتالي انت ترفع الضغط من اللاعبين وتعطي اللاعبين دفعه معنويه انهم يقدمون اكثر ما عندهم، وهذا الشيء يعني قلت لك تعود على المدرب. المدرب اللي ما يتعود على هذا الشيء لا يمكن انه يستمر في عالم التدريب. بصراحه تعانون انتم كمدربين، او خلينا ناخذك انت بالتحديد يعني بنفسك، تعاني من تدخل الادارات في عملك؟ لا، انا يمكن اي تعتمد على المدرب بحد ذاته. أنا للأمانة عملت مع 3 إدارات في الأندية، ما كان هناك، وآخرها يمكن فريق نادي النصر، وما كان هناك أي تدخل، كنت أتحمل المسؤولية يعني، وكانت قراراتي دائما من نفسي. أيضا عملت مع إدارة فريق أو نادي سالمية برئاسة الشيخ تركي، ونمسي عليه في هذه المناسبة ونقول لك العام أنت بخير. ما كان هناك يعني طبيعة الحال أن الإدارة مسؤولة عن الفريق، دائما تسألك عن الفريق وتسأل عن الفريق وعن خياراتك في المباريات، لكن عملية أنه فرض أو محاولة تدخل، أنا أعتقد هذه كلها تعتمد بالمقام الأول على شخصية المدرب. إذا سمحت أن أحد يتدخل في شغلك فأنت يعني يفرط الشغل من اللي يفرط الشغل، وترجع الى انت مو مدرب، تطلع انت ممرن. انا جاي امرن الفريق والعالم تجي تحط اللي يبون يبي. فما اعتقد ان يعني اغلب المدربين ما يرضون في هذا العمل. عموما كابتن سلوان عواد، خلنا ناخذ فاصل قصير مع مشاهدينا ونكمل حديثنا معاك في برنامج ذا كوتش. فاصل ومن ثم نواصل مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ذا كوتش، وضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الكابتن سلمان عواد. وطلال رحب فيك ونقول لك حياك الله مرة ثانية. خروح للمعسكرات التدريبية اللي تصير سواء داخلية أو خارجية، مدى الأهمية للمعسكرات للمدرب وليس للاعب؟ لا، هي شوف بالنسبة يعني للمدرب وللاعب لها أهمية قصوى، سواء للاعب عملية الإعداد، عملية التركيز، أيضا للمدرب إنه أغلب الوقت يكون اللاعبين تحت عينك، فعملية إعداد الفريق دائما ما تكون في بداية المواسم التدريبية، فعملية الإعداد عملية صعبة، عملية شاقة بالنسبة للمدرب واللاعب، فوجودهم أمام عينك في فترة معينة سواء أسبوعين أو 20 يوم، تغذية اللاعبين، إراحة اللاعبين، التدريبات الصباحية والمسائية، نواقص اللاعبين بالنسبة للأمور يعني الذهنية، فدائما ما تكون مهمة، فترة مهمة بالنسبة للعب، لأن الفترة هذه الفترة الذهبية اللي تعطي أفكارك بشكل أكثر بالنسبة للاعبين، ويكون معاك في طول اليوم، فبالتالي الأمر سواء داخل الملعب أو حتى على مستوى المحاضرات، على مستوى الإعداد البدني اللي هو الجيم، فالفريق يكون فترة كاملة أمام عينك،
يعني يكون تركيزك كامل بالنسبة لهم، فبالتالي يكون الإعداد على أعلى مستوى. نلاحظ كابتن سلمان أن في مدربين لما يروح لنادي يوصل هالنادي النجومية، وبالمقابل نفس المدرب يروح إلى نادي آخر يوصل النادي هذا إلى الدرجة الثانية. يتصير يعني شنو الأسباب هنا؟ هل تتغير العقلية، العوامل المحيطة، شنو الأسباب اللي تؤدي أن نفس المدرب يختلف في الأداء في مكان؟ العقلية تختلف أخوي فهم من 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 فريق إلى آخر، من نادي إلى آخر. في فرق يعني يمكن يساعدون المدرب أنه يعني يعطي أكثر ما عنده، وبالتالي هم أيضا يساعدون أنه يوصل كبطل أو يوصل كمنافس قوي. في بعض الأندية كذلك يمكن عقلية اللاعبين، إمكانيات اللاعبين الفنية ما تساعد في بعض أحيان المدرب إنه يكون في نفس العطاء في نادي ألف أو باء مثل ما تفضلت. فالعملية يعني ترتكز بشكل أساسي على إمكانيات اللاعبين رقم واحد. رقم اثنين يمكن إمكانيات المدرب إذا قدر إنه يطور نادي الإمكانيات، لكن مو من المعقول إنه بنفس الإمكانيات اللاعبين مثلاً انه فريق في درجه ثانيه وفريق في درجه ممتازه، امكانيات يعني بعيده تماما عن مختلفه بين الفريقين. فالمدرب عامل مساعد بالنسبه للاعبين يطور من ادائهم، لكن لا يمكن انه يطور من مثلا من فريق في درجه ثانيه تطلب منه المستحيل، تطلب منه يكون بطل في الدرجه الممتازه او بطل في على مستوى عالي من المنافسه. لذلك انا اعتقد عمليه التطوير تحتاج وقت. إذا أخذ الوقت الكافي هني ممكن تسأل المدرب، لكن تجي في موسم بإمكانيات قليلة وتطلب من المدرب أنه يكون منافس على البطولات، هذه شوية تكون فيها صعوبة بالنسبة للمدرب. لكن الأمر بالنهاية هي تحدي بالنسبة للمدرب، يحاول أنه يطور من أداء أي فريق، يحاول إذا استلم أي فريق. وأنت تعرف لما تستلم هذا الفريق ألف أو باء، أنا أعرف إمكانيات اللاعبين، وبالتالي إذا كانت إمكانيات اللاعبين أنت تعتقد في وجهة نظرك وفي قرارة نفسك أنه ممكن تطور منهم وتحاول توصل فيهم إلى مراحل متقدمة، بالتالي المسؤولية ترجع يعني تقع على المدرب نفسه. صحيح كابتن سلمان، الآن يعني كرة القدم الكل يعرف لعبة جماعية طبعا. صحيح. أنت كمدرب في يعني تستخدم أسلوب التدريب الذهني ولا يعني أكثر من التدريب الحركي أم العكس، أم كل لاعب تستخدم معه تدريب معين يعني يكون عنده تدريب الحركي تمام لكن يحتاج إلى التدريب الذهني والعكس صحيح؟ أشوف هي لعبة جماعية يعني بالنهاية. يمكن صحيح في تكون في نواقص بين بعض اللاعبين، لاعب أقل يعني في ناحية معينة سواء بدنية أو ذهنية عند بعض اللاعبين، تحاول أنك تركز عليه بشكل مكثف في بعض اللاعبين ما يحتاجها اللاعب الآخر. لكن بشكل عام دائما تكون التدريبات جماعية، ذهنية، بدنية، تكتيكية. وإحنا نركز دائما يعني الأمر ما يرتكز دائما على الأمر البدني. دائما نحاول أنه يكون التطوير ايضا من الناحيه الذهنيه بالنسبه للاعبين. في بعض اللاعبين خاصه عندنا هنا في مناطق الخليج وبالكويت بالذات، ان في بعض اللاعبين ما يكون طموح، يعني ما يكون عنده عقليه اللاعب اللي ممكن انا اتطور وممكن اني افوز في بطولات، لا يكون تفكيره او 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 او, أو طموحه محدود. فبالتالي هنا يمكن تعاني مع بعض اللاعبين، لكن مع الوقت هل هذا بسبب يعني تواضع المستوى المحلي؟ ممكن هذا سبب من الأسباب، لكن هذا ما يعني إن ما في لاعبين هنا عندهم إمكانيات عالية. بالعكس في بالكويت لاعبين عندهم طموح، في لاعبين إمكانياتهم عالية جدا، ممكن مع صقلهم مع الاهتمام فيهم ممكن إن يتطورون يوصلون إلى مصافي حتى مو الدول الخليجية، ممكن يكون مستواهم عالي جدا. وفي بعض اللاعبين إمكانياتهم أنا أعتقد إن يعني إمكانياتهم عالية جدا، ممكن وعلى استعداد إنهم يوصلون إلى ما يعني مستوى أوروبي محترف. أو محترفين. لكن المنظومة بشكل عام ما تساعد هؤلاء اللاعبين. إذا ما كان اللاعب من نفسه حارص على نفسه ويحاول أن يتطور، المنظومة ما راح تطور. وأعتقد وبالتالي يعني المنظومة عندنا إحنا هواية وليس صحيح وليس يعني احتراف. بالضبط يعني إذا للحين فكر الهواية من المسؤولين يعني الأمر محتاج شيء كبير، إحنا ما نبي ندش لكن الأمر يحتاج إلى مشروع كبير، مشروع دولة، ما هو مشروع نادي ولا مشروع مدرب أو لاعبين أو فرق.
الأمر يعني كبير جدا، يحتاج إلى منظومة كبيرة، يحتاج إلى عمل كبير على مستوى الدولة. صراحة أبو طلال لو ردينا 15 سنة تتجه للتدريب مرة ثانية ولا تروح للجانب الإداري؟ لا ولا ولا شيء. تتجه للتدريب. شوف أنا يمكن لما بطلت الكرة قعدت 3 سنوات، 3 سنوات أو 4 سنوات ما يعني قلتها، يعني قلتها بثقة إجابتك على طول يعني ما نضفت كلام. لا لأن الأمر ما كان لي يعني ما كان مدبرة وما كنت أخطط إني أكون مدرب. أنا بعد ما بطلت الكرة قعدت 3 أو 4 سنوات ما طالع أشوف المباراة كأني أشوف شيء ضايقني يعني ما بحاول إني أنسى. لا إيه لكن بعد 3 سنوات لا يمكن استدعاني النادي وأنت من أبناء النادي لازم تكون متواجد والحمد لله ومشيت في عالم التدريب. لكن تقول إنه والله أنا بعد ما بطلت كان فكري إني أكون، لا لو الأسهل تكون إداري ولا تكون على مستوى الإداري أقل يعني أو أسهل من الناحية. لكن بما أن دشينا هالموضوع وهذا يعني لعبتنا وهوايتنا بديت أحس بالاستمتاع فيها من أول سنة. فمهنة التدريب ممتعة وصعبة بنفس الوقت، إذا ما قدرت أنك توافق بينهم بصعوبتها والاستمتاع فيها ما راح تطول. عموما كابتن سلمى عواد انا كنت سعيد جدا ان تكون ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ذا كوتش. نتمنى ان نشوفك ان شاء الله في برامج اخرى من خلال شاشه كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. كل شكر لك ابو طلال. انا اسعدك كل الشكر. ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على تواجدكم معنا. نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج ذا كوتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الاخوه الزملاء، في امان الله.